مشاهدينا الاعزاء، سلام الله عليكم. الاجواء كبيره في مطار هواري بومدين الدولي. انصار المنتخب الوطني قدموا استقبال ابطالهم، ابطال الجزائر الذين شرفوا الكره الجزائريه، الذين رفعوا العلم الوطني عاليا في البرازيل. ومثل ما تشاهدون هذه الاجواء قبيل التحاق عناصر المنتخب الوطني. السلام عليكم. وعليكم السلام. وحنا من الجزائر خويا. خويا حبيت نقول لك برك حاجة، أعطيهم الصحة، الصحة يعطيهم الصحة بزاف ليكيب ناسيونال. وكاينة حاجة حبينا نلحقوها للروراوة، يرحم بابا خلينا علي لوزيتش يخدم وخليه. كاع ديس ديس خوتي، لموا له كاع 10000 10000 شجع الشعب الجزائري كاع ديس 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 نخلصوه ويريح يا خوتي. خلونا يا خويا لعبوا مليح بارك الله فيهم، والعقوبة 2018 إن شاء الله. مليح شرفوا العرب وجينا لنا بانتيحهم يعطيهم الصحة. يعطيهم الصحة والشعب يريد بقاء هالي لوزيج. خويا نقول لك حاجة، لونترينور ماذا بينا يقعد في بلاصتو والعقوبة لاكوب دافريك في المروك. بإذن الله نجيبوها، بإذن الله نجيبوها. خدام اليوم حبس الخدمة على جال المنتخب. لا شوي كوميرسون، راني جيت نستقبل الفريق الوطني بالنتيجة اللي داروا، رانا فرحين. وكما فرحونا لها جينا نستقبلوهم هنا بالفرح والسرور، واعطيهم الصحة ومرحبا بهم، ان شاء الله يلحقوا بخير وعلى خير. هذا ما كان خويا، يعطيكم الصحة. فيف لالجيري. Ben on est fiers de l'équipe nationale, on est fiers d'eux, ils nous ont fait rêver et one two three vive l'Algérie. One two three vive l'Algérie. يعطيهم الصحة فرحونا ومازال الخير القدام، حنا فرحنا بهم بزاف مالغري يخسروا، ومازال كوب دافريك ان شاء الله في المغرب، وان شاء الله يكون فيها حاضر فيها شاوشي ان شاء الله. بون هذا اول مشاركة، يعني كانت مشاركة موفقة للمنتخب الوطني، عبرنا للدور الثاني يعني ما بفضل عمل، يعني هذا ما جاش بالساهل. ونقول لهم ما توتي في بلاجيري ما قريتو، ما ربحناش الالمان بصح درنا مقابلة جيدة. بون السلام عليكم، صحة رمضان كل الجزائريين. يعني هنا أنا في مطار هواري بومدين جينا نستقبلوا المنتخب الوطني بعد المغامرات المونديال اللي قضوها في يعني في البرازيل، يعطيهم الصحة. عبور الدور الثاني ما كانش سهل، التعادل اللي كان مع روسيا ما كانش سهل. نقول لهم مباراة الألمان يعني كانت بمستوى وقوة، يعطيكم الصحة. وفيف لالجيري، وان تو تري فيف لالجيري. بسم الله الرحمن الرحيم، نطلب من السلطات الفيدرالية تاع الفيفا يخلوا لنا حلو لوزيتش ما يروحش خويا، حلو لوزيتش يقعد في الجزائر. حابين نجيبوا كوب دافريك، ماناش حابين نزيدونا نخسروا. عندنا جيل، عندنا جاش، عندنا شاب، شاب عندنا الشعب مع حلو لوزيتش، ونريد حلو لوزيتش، وتحيا حلو لوزيتش، والشعب يريد حلو لوزيتش، الشعب يريد حلو لوزيتش. الله اكبر، الشعب يريد حلو لوزيتش. الله اكبر. 2018 و2018 ان شاء الله حاجه كبيره. الله اكبر حالي لوزيتش، الله اكبر حالي لوزيتش، الله اكبر حالي لوزيتش، الله اكبر حالي لوزيتش. فيف حالي لوزيتش، ان شاء الله دوطخ سوكسي، اوني تري زوغو. قارونا مع المنتخب الوطني، شكون اللي ماهوش مع المنتخب الوطني؟ كيفاش شفت المشوار تاعهم في مونديال البرازيل؟ ما شاء الله خويا، فرحونا وفرحوا الجزائر وفرحوا العرب. السلام عليكم. بمناسبة رمضان ندعو للفوز كامل الأمة الإسلامية، ونحيوا المنتخب الوطني والناخب الوطني حالي لوزيتش، وإن شاء الله كان 2015 في المغرب إن شاء الله. قبل كل شيء السلام عليكم، بارك الله فيكم، كل شيء مبروك علينا، كل شيء مبروك على الجزائر وعلى الامر الاسلامي ان شاء الله، وان شاء الله العقوبه ما اكثر من هكذا، وربي ان شاء الله يوفقهم. حنا جينا من وهران منتخب خويا الله يعطيه الصحه، حليلو حنا نطلبوا شواه ربي يقعد حليلو. فيز ارجيريا، فيز ارجيريا، لا شان بريفيري تاعنا الهداف، لي ماتش تاعنا كتبعتو في الهداف، تحيا الهداف وتحيا الفريق الوطني، وان تو تري فيفا لالجيري. كيفاش شفتي المونديال؟ لعب شباب خويا، لعب بالشباب، عندنا كيف ما شاء الله لعبت بيان، يعطيهم الصح، شرفونا فرحونا، رانا هنا رانا صايمين وجينا على جالهم، ويعطيهم الصحة. السلام عليكم، الحمد لله يا ربي والله خرجنا مرفوعين الراس إن شاء الله، وإن شاء الله نديروا حاجة في 2015 لكوب دافريك إن شاء الله تاع المروك. بريميارمون نشكر الهداف باسكو يوريو غير لالجيري، وفيف لالجيري فرحونا في لاكوب ديمون. تحية علي لوزيتش ما يروحش، تحية الجزائر.
مشاهدينا الاعزاء، سلام الله عليكم. الاجواء كبيره في مطار هواري بومدين الدولي. انصار المنتخب الوطني قدموا استقبال ابطالهم، ابطال الجزائر الذين شرفوا الكره الجزائريه، الذين رفعوا العلم الوطني عاليا في البرازيل. ومثل ما تشاهدون هذه الاجواء قبيل التحاق عناصر المنتخب الوطني. السلام عليكم. عليكم السلام. وحنا منا من الجزائر خويا. خويا حبيت نقول لك برك حاجه، يعطيهم الصحه، الصحه يعطيهم الصحه بزاف ليكيب ناسيونال. وكاينه حاجه حبينا نلحقوها للروراوا، يرحم بابا خلينا علي لوزيت يخدم وخليه. كاع ديز ديز خوتي، لموا له كاع 10000 10000 شجع الشعب الجزائري كاع ديز 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 نخلصوه ويريح يا خوتي. خلونا يا خويا لعبوا مليح بارك الله فيهم، والعقوبة 2018 ان شاء الله. مليح شرفوا العرب وجينا لنا نباتيهم يعطيهم الصحة. يعطيهم الصحة والشعب يريد بقاء هالي لوزيج. خويا نقول لك حاجة، لونترينور ماذا بينا يقعد في بلاصتو، والعقوبة لاكوب دافريك في المروك بإذن الله نجيبوها، بإذن الله نجيبوها. خدام اليوم لا لا شوي كوميرسون، راني جيت نستقبل الفريق الوطني بالنتيجه اللي داروا، رانا فرحين وكما فرحونا لهي جينا نستقبلهم هنا بالفرح والسرور، واعطيهم الصحه ومرحبا بهم ان شاء الله يلحقوا بخير وعلى خير. هذا ما كان خويا، يعطيكم الصحه. فيف لالجيري. اوني فيير دو ليكيب ناسيونال، اوني فيير دو، اي نوزون في ريفي، اي 1 2 3 فيفا لالجيري. 1 2 3 فيفا لالجيري. يعطيهم الصحه، فرحونا ومازال الخير القدام، حنا فرحنا بهم بزاف ما نقدر يخسروا، ومازال كوب دافريك ان شاء الله في المغرب، وان شاء الله يكون فيها حاضر فيها شاوشي ان شاء الله. بون هذا اول مشاركة، يعني كانت مشاركة موفقة للمنتخب الوطني، عبرنا للدور الثاني يعني ما بفضل عمل، يعني هذا ما جاش بالساهل. ونقول لهم وانتو تي في بالجيري، ما قريتو ما ربحناش الالمان، بصح درنا مقابلة جيدة. بون السلام عليكم، صحة رمضان لكل الجزائريين. يعني هنا أنا في مطار هواري بومدين جينا نستقبلوا المنتخب الوطني الجزائري بعد المغامرة المونديال اللي قضوها في يعني في البرازيل. يعطيهم الصحة، عبور الدور الثاني ما كانش ساهل، التعادل اللي كان مع روسيا ما كانش ساهل. نقول لهم مباراة الألمان يعني كانت بمستوى وقوة. يعطيكم الصحة وفي بلاجيري، وانتو تري في بلاجيري. بسم الله الرحمن الرحيم، نطلب من السلطات الفيدرالية تاع الفيفا يخلونا حلو لوزيج، ما يروحش خويا، حلو لوزيج يقعد في الجزائر. حابين نجيبو كوب دافريك، ماناش حابين نزيدونا خسروا. عندنا جيل، عندنا جاش، عندنا شاب، شاب عندنا الشعب مع حلو لوزيج، ونريد حلو لوزيج، ونحيا حلو لوزيج، والشعب يريد حلو لوزيج، الشعب يريد حلو لوزيج. الله أكبر، الشعب يريد حلو لوزيج، الله أكبر. 2018 و 2018 ان شاء الله حاجه كبيره. الله اكبر هادي نوزات، الله اكبر هادي نوزات، الله اكبر هادي نوزات. فيف هادي نوزات، ان شاء الله دوطخ سوكسي، اوني تري زوغ. قارونا مع المنتخب الوطني، شكون اللي ماهوش مع المنتخب الوطني؟ كيف شفت المشوار تاعهم في مونديال البرازيل؟ ما شاء الله خويا، فرحونا وفرحوا الجزائر وفرحوا العرب. السلام عليكم. بمناسبة رمضان ندعو للفوز كامل الأمة الإسلامية، ونحيوا المنتخب الوطني والناخب الوطني حالي لوزيج، وإن شاء الله كان 2015 في المغرب إن شاء الله. قبل كل شيء السلام عليكم، بارك الله فيكم، كل شيء مبروك علينا، كل شيء مبروك على الجزائر وعلى الامه الاسلاميه ان شاء الله، وان شاء الله العقوبه ما اكثر من هكذا، وربي ان شاء الله يوفقهم. حنا جينا من وهران، منتخب خويا الله يعطيه الصحه، حللو حنا نطلبوا شواه ربي يقعد حللو. الشان بريفيري تاعنا الهداف، لي ماتش تاعك كتبعتو في الهداف، تحيا الهداف وتحيا الفريق الوطني، 1 2 3 فيفا لالجيري. كيفاش شفتي المونديال؟ لعب شباب خويا، لعبوا لعب الشباب، عندنا كيف ما شاء الله لعبت بيان، يعطيهم الصح، شرفونا فرحونا، رانا هنا رانا صايمين وجينا على جالهم، ويعطيهم الصحه. السلام عليكم، الحمد لله يا ربي والله خرجنا مرفوعين الراس ان شاء الله، وان شاء الله نديروا حاجه في 2015 كوب دافريكي ان شاء الله تاع المروك. بريميرمون نشكر الهداف باسكو يوريو غير لالجيري، وفيف لالجيري، فرحونا في لاكوب ديمون. تحيه علي لوزيتش ما يروحش، تحيه الجزائر.
الله زهاونا ولا غير زهاونا يا اخو ولا غير يعطيهم الصحه وانتو تري في بالجيري ويعطيكم الصحه لهداف والله غير صحيتو. نشكر اللاعبين على الاداء ونطلب من روراوة يخلي حليل وزيت يا اخو. روراوة قول له يخلي حليل وزيت هذا ما كان خلوه حليل وزيت حليل وزيت في بالجيري في بالجيري تو تري فيفا لجيري هذا واش نقدم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ربي يسترهم ربي يخليهم ان شاء الله. السلام عليكم وربي يدومها ان شاء الله ولازم يشوفوا الانترينور اللي تسمى يكمل المشوار هكذا باسكو راهم رفعوا الاعلام وكذا والزهاو العرب وزينه والحمد لله. تحيه الى الابطال تاح اللي شرفوا الجزائر وان شاء الله اللقاء في لاكوب دافريك في المغرب. السلام عليكم. خلينا وايد خلوني زيد شاف طلبوا من حجر وراه خلينا واحد حليل وزيد خلينا الترينور خويا مهما كان نحمد ونشكر على هذا التاهل للدور الثاني وعلى قريب هجمنا المانيا ومهما كان لا نقول اننا خرجنا بشرف او خسرنا بشرف انما ربحنا بشرف والحمد لله على كل حال وتحيا الجزائر وتحيا الشهداء. خويا خلونا حليل وزيت روراوة الله يسترك خلينا غير حليل وزيت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله تقول فريق تاع ليترونجي ماشي فريق تاع الجزائر الحمد لله وعندنا مباراه مليحه مع الارمان والسبع قلت لكم احنا سبوعه والسبع عمره ما يخاف والحمد لله وشرفنا الدول الاوروبيه والعربيه ونتمنى ان شاء الله حليل وزيت ما يروحش. زهاونا ولا غير زهاونا يا اخو ولا غير يعطيهم الصحه وانتو تري في بالجيري ويعطيكم الصحه لهداف ولا غير صحيتو. نشكر اللاعبين على الاداء ونطلب من روراوة يخلي حليل وزيت يا اخو. روراوة قول له يخلي حليل وزيت هذا ما كان خلوه حليل وزيت حليل وزيت في بالجيري في بالجيري تو تري فيفا لجيري هذا واش نقدم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ربي يسترهم ربي يخليهم ان شاء الله. السلام عليكم وربي يدومها ان شاء الله ولازم يشوفوا الانترينور اللي تسمى يكمل المشوار هكذا باسكو راهم رفعوا الاعلام وكذا والزهاو العرب وزينه والحمد لله. تحيه الى الابطال تاح اللي شرفوا الجزائر وان شاء الله اللقاء في لاكوب دافريك في المغرب. السلام عليكم. خلينا وايد خلوني زيد شاف طلبوا من حجر وراه خلينا واحد حليل وزيد خلينا الترينور خويا مهما كان نحمد ربي ونشكره على هذا التاهل للدور الثاني وعلى قريب هجمنا المانيا ومهما كان لا نقول اننا خرجنا بشرف او خسرنا بشرف انما ربحنا بشرف والحمد لله على كل حال وتحيا الجزائر وتحيا الشهداء. خويا خلونا حليل وزيت روراوة الله يسترك خلينا غير حليل وزيت مباراه تاع المنتخب الحمد لله الحمد لله الحمد لله تقول فريق تاع ليترونجي ماشي فريق تاع الجزائر الحمد لله وعندنا مباراه مليحه مع الارمان والسبع قلت لكم احنا سبوعه والسبع عمره ما يخاف والحمد لله وشرفنا الدول الاوروبيه والعربيه ونتمنى ان شاء الله حليل وزيت ما يروحش. مشاهدينا الاعزاء سلام الله عليكم. الاجواء كبيره في مطار هواري بومدين الدولي. انصار المنتخب الوطني قدموا استقبال ابطالهم ابطال الكره الجزائريه الذين رفعوا العلم الوطني عاليا في البرازيل ومثل ما تشاهدون هذه الاجواء قبيل التحاق عناصر المنتخب الوطني. السلام عليكم. عليكم السلام. احنا من الجزائر خويا. خويا حبيت نقول لك برك حاجه يعطيهم الصحه الصحه يعطيهم الصحه بزاف ليكيب ناسيونال وكاينه حاجه حبينا نلحقوها لروراوة يرحم بابا خلينا علي لوزيت يخدم وخليه كاع ديس ديس خوتي لموا له كاع 10000 10000 شجعوا الشعب الجزائري كاع ديس 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 نخلصوه ويريح يا خوتي خلونا روراوة يا خويا لعبوا مليح بارك الله فيهم والعقوبه 2018 ان شاء الله مليح
شرفوا العرب وجينا لنا نباتيهم يعطيهم الصحة. يعطيهم الصحة والشعب يريد بقاء هالي لوزيج. خويا نقول لك حاجة، لونترينور ماذا بينا يقعد في بلاستو والعقوبة لاكوب تفريق في المروك. بإذن الله نجيبوها، بإذن الله نجيبوها. خدام اليوم بس خدمة على جال المتابعة. لا شوي كوميرسور، راني جيت نستقبل الفريق الوطني بالنتيجة اللي داروا، رانا فرحين وكما فرحونا لها جينا نستقبلهم هنا بالفرح والسرور ويعطيهم الصحة ومرحبا بهم ان شاء الله يلحقوا بخير وعلى خير. هذا ما كان خويا، يعطيكم الصحة. كيف لالجيري؟ اون اي فيير دو ليكيب ناسيونال، اون اي فيير دو، نوز اون في ريفي اي وان تو تري فيفا لالجيري. وان تو تري فيفا لالجيري. يعطيهم الصحة، فرحونا ومازال الخير القدام، حنا فرحنا بهم بزاف مالغري يخسروا، ومازال كوب دافريك ان شاء الله في المغرب، وان شاء الله يكون فيها حاضر فيها شاوشي ان شاء الله. بون هذا اول مشاركة، يعني كانت مشاركة موفقة للمنتخب الوطني، عبرنا للدور الثاني يعني ما عدل بفضل عمل، يعني هذا ما جاش بالساهل. ونقول لهم وانتو تي في بالجيري، ما قريتو ما ربحناش الالمان بصح درنا مقابلة جيدة. بون السلام عليكم، صحة رمضان كل الجزائريين. يعني هنا أنا في مطار عواري بومدين جينا نستقبل المنتخب الوطني الجزائري بعد المغامرة المونديال اللي قضوها في يعني في البرازيل. يعطيهم الصحة، عبور الدور الثاني ما كانش ساهل، التعادل اللي كان مع روسيا ما كانش ساهل. نقول لهم مباراة الألمان يعني كانت بمستوى وقوة، يعطيكم الصحة وفي بلاجيري وانتو تري في بلاجيري. بسم الله الرحمن الرحيم، نطلب من السلطات الفيدرالية تاع الفيفا يخلونا حلو لوزيتش، ما يروحش خويا، حلو لوزيتش يقعد في الجزائر. حابين نجيبو كوب دافريك، ماناش حابين نزيدو نخسرو. عندنا جيل، عندنا جاش، عندنا شاب، شاب عندنا الشعب مع حلو لوزيتش، ونريد حلو لوزيتش، وتحية حلو لوزيتش، والشعب يريد حلو لوزيتش، الشعب يريد حلو لوزيتش. الله أكبر، الشعب يريد حلو لوزيتش، الله أكبر. 2018 و2018 ان شاء الله حاجه كبيره. الله اكبر حالي لوزيتش، الله اكبر حالي لوزيتش، الله اكبر حالي لوزيتش، الله اكبر حالي لوزيتش. فيف حالي لوزيتش، ان شاء الله دوطخ سوكسي، اون اي تري زوغ. قارونا مع المنتخب الوطني، شكون اللي ماهوش مع المنتخب الوطني؟ كيف شفت المشوار تاعهم في مونديال البرازيل؟ ما شاء الله خويا، فرحونا وفرحوا الجزائر وفرحوا العرب. السلام عليكم. بمناسبة رمضان دول الفوز كامل الأمة الإسلامية، ونحيوا المنتخب الوطني والناخب الوطني حالي لوزيتش، وإن شاء الله كان 2015 في المغرب إن شاء الله. قبل كل شيء السلام عليكم، بارك الله فيكم، كل شيء مبروك علينا، كل شيء مبروك على الجزائر وعلى الامه الاسلاميه ان شاء الله، وان شاء الله العقوبه ما اكثر من هكذا، وربي ان شاء الله يوفقهم. وتغري في بلجيكا. حنا جينا من وهران، منتخب خويا الله يعطيه الصحه، حليلو حنا نطلبوا شاوه ربي يقعد حليلو. ديزار جيريا، ديزار جيريا، لا شان بريفيري تاعنا الهداف، لي ماتش تاعك كتبعتو في الهداف، تحيا الهداف وتحيا الفريق الوطني، وان تو تري فيفا لالجيري. كيفاش شفتي المونديال الوطني المباريات ديالو في المونديال؟ لعب شباب خويا، لعبوا لعب الشباب، عندنا ايكيب ما شاء الله لعبت بيا، يعطيهم الصح، شرفونا فرحونا، رانا هنا رانا صايمين وجينا على جالهم، ويعطيهم الصحة. السلام عليكم، الحمد لله يا ربي والله خرجنا مرفوعين الراس ان شاء الله، وان شاء الله نديروا حاجة في 2015 كوب دافريك ان شاء الله تاع المروك. بريميارمون نشكر الهداف باسكو يوريو غير لالجيري، وفيف لالجيري، فرحونا في لاكوب ديمون. تحية علي لوزيتش ما يروحش، تحية الجزائر. والله زهاونا ولا غير زهاونا يا خو، والله غير يعطيهم الصحة. وان تو تري في فالجيري ويعطيكم الصحة الهداف، والله غير صحيتو. نشكر اللاعبين على الأداء، ونطلب من روراوة يخلي حالي لوزيتش. يا خو روراوة قول له يخلي حالي لوزيتش، هذا ما كان خلو حالي لوزيتش. حالي لوزيتش. وان تو تري في فالجيري. وان تو تري في فالجيري. وان تو تري في فالجيري. هذا واش نقدم؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربي يسترهم، ربي يخليهم ان شاء الله. السلام عليكم، وربي يدومها ان شاء الله، ولازم يشوفوا لونترينور اللي تسمى يكمل المسوار هكذا، باسكو راهم رفعوا العلام وكذا، والزهاء والعرب وزينه والحمد لله.
تحية إلى الأبطال تاع اللي شرفوا الجزائر وإن شاء الله اللقاء في لكوب دافريك في المغرب. السلام عليكم. الله وايد خلوني زيد. شاف طلبوا من الحجر وراه واقل لنا واحد حليل وزيد. خلينا نطري النار خويا. مهما كان نحمد ونشكر على هذا التأهل للدور الثاني وعلى هزمنا ألمانيا، ومهما كان لا نقول أننا خرجنا بشرف أو خسرنا بشرف، إنما ربحنا بشرف والحمد لله على كل حال. وتحيا الجزائر وتحيا الشهداء. خويا خلونا حليل وزيد راه والله يسترك، خلينا غير حليل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تقول فريق تاع ليترونجي ماشي فريق تاع الجزائر. الحمد لله وعدا مباراه مليحه مع الارمان، والسبع قلت لكم احنا سبوعه والسبع عمره ما يخاف، والحمد لله وشرفنا دول الاوروبيه والعربيه، ونتمنى ان شاء الله حليل وزيد ما يروحش.